بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الجمزوري رحمه الله: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا الثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. صف ذا ثناء كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. باب أحكام الميم والنون المشددتين: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. باب أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجا، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإقلاب في البقية، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي.
أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام أل ولام الفعل. للام أل حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغ حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفوز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لولا سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان، فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكونا اتفقا، في مخرج دون الصفات حققا. بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير، وافهمانه بالمثل. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو. ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي، وهي في نوحيها. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم. واللين منها الواو واو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد اللازم. أحكام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه. كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. أو في ثلاثي الحروف وجد
والمد واسطه فحار فيهم بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمانين انحصر يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كاد اشتهر. الخاتمة. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. حرز الأمان.